السلام عليكم وجمعة مباركة يا الحبايب ديالي. اليوم أنا بغيت نعود لكم بشويش على جداتي الله يرحمها. قبل 4 شهور هي رجعت لعند مولانا ومشات مع هاد العلم، وهناتني مجروح في قلبي. هي قبرتني، كانت تقبلني ملي كنت صغير، داكشي علاش أنا تنهدر بالعربية المغربية. في الليلة دي هي مشات مع هاد العلم، أنا والولاد ديالي ومغاتي كنا معها. في الجوج في الليلة انا مشيت تخطيتها التخطيه ديالها، وهي قالت لي جوج الخوايج: ابنيني تعيش بالنيه والنيه تغلب لك، مولانا يخطيك في السطر. دابا شلم عليا وشلت نعش. نعشت وفي الصباح يا ما كانت انا مهاد الصباح عبيت عليا نعلم لولادي العربيه المغربيه دي هي كانت تهدر بها بالدارجه، ونعلم لهم على هاد المرأة، على القاعدة دي كانت فيها، وعلى النية دي كانت تعيش بها. الكلمة مغربية. واليوم نتعلمو كيف تيقولوا النية بالعبراني والنية بالعربية. النية زت نموت، نيتو أتميموت شلو، نيتها أتميموت شلا، نيان تميميم، نيات تميموت، نيات نيات. ايه أمريم التميموت شلو؟ نيتو نيتو. نحن نريد أن تنسوا لأركيب مشبات إما ميلا نيا. أنا ماشي سكويلا نيا، أنا ماشي السكويلا بالنيا. أخنا انتم نيات، ما تكونوا نيات، تعيشوا بالنية وما تكونوا نيات. يقولك الخيوط بتميموت أبرالتي وتميموت. أوكي، شكرا لكم دمتم معنا في هذا الطريق، بارك الله عليكم.